كهربا، هاخدك على طول للنقطه اللي حصل فيها مشكله ما بينك وما بين بيتسو موسيماني. ليه؟ لانه ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده، وعلى فكره كلنا عملنا اكتر، يعني في ناس كتير عملت اكتر من كده بكتير. في ايه اللي حصل والعلاقه عدت بسرعه كده ازاي؟ لانه كهربا بالنسبه لنا دلوقتي مختلف. طبعا بس حابب اشكر طبعا كابتن سامي يعني على الكلام الجميل ده، يمكن مش جديد عليه، لان يعني بجد يعني يمكن كابتن سامي بجد مش يعني مش كلام اقوله في التلفزيون قدام الناس كلها. كابتن سامي اقرب يعني اللعيبه كلها بطريقه غير طبيعيه، قريب منهم جدا، اب روحي للعيب بجد، اب واخ. وعايز اقول حاجه، طبعا حضرتك كنت لعيب يعني لعيب كبير جدا، وكنت عارف ان لما يكون مدرب بيعاملك نفسيا بتبقى حاجه مختلفه جدا. مظبوط. تلعب بقى ما بتلعبش، دي حاجه كبيره جدا. فكابتن سامي قريب مننا جدا، يعني قريب من اللعيبه اللي ما بتلعبش اكتر من اللي بيلعبوا. يعني ما بيلعبوش دايما هو معاهم، وحتى على الدكه يقعد يتكلم معانا، ولو حد مثلا زعلان بيكلمه كلمتين، ولكن زعل ولكن في اي حاجه والله. لا سامي يعني من الشخصيات الجميله، جميله جدا يعني طول عمره. اه والله العظيم يمكن يعني من انضف واحسن الناس اتعاملت معاها بجد في يعني ساعه ما لعبت كوره. والله العظيم يعني شخصيه جميله جدا، وربنا يكرمه كده بقى ونكمل مع بعض ان شاء الله كده 10 سنين تاني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا والله كابتن يعني معلش انا بدات معاك بالنقطه دي، بس هي مهمه جدا عشان خاطر انا هوصل لحاجه بعدين اتكلم معاك. بس يا كابتن يمكن اقول لحضرتك على حاجه، يمكن حضرتك كنت لعيب كوره وعارف لما الواحد بيلعب على طول مش متعود ان هو يقعد احتياطي، فبتبقى صعب عليه قوي. ولما كان مؤثر مثلا مع فرقته فبتبقى صعب لما يقعد احتياطي، فالواحد ساعات بيبقى غصب عنه ممكن يعني يقول كلمه كده ولا ممكن يقلب وشه كده. بس طبعا يعني الواحد يعني اتعلمت، الواحد بيعمل غلط بس اتعلمت منه طبعا. يمكن يعني بعدها في ماتشات اللي فاتت دي كلها قاعد احتياطي، ما فيش اي حاجه ولا الكلام انت، وبتمرن كويس جدا. ويعني لحد لما الفرصه تجيلي ان شاء الله، ويمكن الناس بتاخد فكره عني ساعات، يعني ساعات المشاكل ممكن واحد مثلا ياخد باله بعد الماتش ان انا قالب وشي. لا انا عمري ما بقلب وشي خالص، يمكن الحمد لله الواحد فرحان يعني زمايله، لان كلنا بنكسب وكل اللعيبه. يعني امبارح لما احنا راجعين كلنا فرحانين، واهالينا فرحانين، وكلنا خدنا البطوله، الجمهور فرحان والجمهور كله فرحان، فبالنسبه لنا دي كبيره. فانا بالنسبه لي اخدت البطوله، لعبت ما لعبتش خلاص، ما هو شريف ده اخويا، هو الحمد لله ربنا كرمه وكسبنا، فانا كني لعبت. فبس كهربا في زيه الجديد يعني بصراحه. لا بجد بجد كهربا. هو انا ليه بسال السؤال ده؟ عشان احنا عندنا، احنا بنعمل حاجه هنا اسمها الترند الايجابي دايما. مش عايز اطلع اشتم في كهربا واشتم في شريف واشتم في سامي امصار عشان الناس تشوفني. لا صح. احنا بنعمل اللي انت بتقوله ده، احنا بنعلم الشباب الصغير اللي طالع درس بيحصل. انا غلطت، خدت عقابي ومستني دوري تاني. طبعا هو ده الدرس اللي احنا بنتكلم عنه. صح صح. انت مستني دورك تاني لغايه لما ترجع علشان اثبت بقى ان انا اتغيرت وان انا طبعاً بقيت حد مختلف. هل كهربا اتغير يا شريف من وجهه نظرك؟ اتغير. بتكلم بجد؟ بيتمرن كويس والله، يعني ممكن الفتره اللي فاتت دي بيتمرن كويس جدا في التمرين، وعايز بدليل اللي هو اتغير، اللي هو بقى له فتره قاعد زي ما هو قال لك ما بيعملش مشاكل. يعني هو لو هو ما اتغيرش زي الفتره الاولانيه كان ممكن تلاقيه بيتخانق. كان هو بصراحه كان انا مستغربه، يعني انا متعود ان كهربا مثلا لما بيكون ما بيلعبش بيبقى متضايق ان هو عايز يلعب. مش شرط عشان يتضايق اللي هو يعمل مشكله، ممكن يبقى متضايق. يعني احنا بنحسها كلعيبه مثلا بنشوف حد متضايق فبنبقى مثلا عارفين هو متضايق عشان ما بيلعبش. فكهربا الفتره اللي فاتت مركز، حتى لما ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت لا مش زعلان، مركز بيتمرن كويس. لما ربنا كرمه ونزل ماتش بيراميدز جاب جون، فلا هو مركز وان شاء الله يرجع احسن من الاول ويبقى معانا ان شاء الله. وش الخير عليك قبل كل ماتش بقول لك ايه؟ صح خير. ايه بتقول له ايه؟ بيفوقني قبل كل ماتش بفوقه والله. ازاي بقى؟ يجي يقعد معايا في الاوضه، يقعد معايا شويه يروح بفوقه. انتوا بتقعدوا في اوضه واحده؟ لا لا هو احنا كل واحد في اوضه. لا كل واحد في اوضه صح. هو قبل الماتش بيجي يقعد معايا بعد الغداء، بيجي يقعد معايا كده نص ساعه كده نقعد نتكلم، لان شريف اصلا مصر القديمه من منطقتي برضه. منطقه واحده. منطقه واحده، فبفوقه بقى. ازاي بقى؟ لا ما هو دينا السر يعني. بتشجعه. لا لا بعد اتكلم. متشجعهمش لو سمحت. لا 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 والله لا والله انا هو يعني يمكن من قريبين مني هو وقفشه وبقعد اتكلم، يعني بقعد اتكلم معاهم. يعني يمكن شريف يمكن انا مريت بالاحداث دي كتير ومريت بالماتشات دي كتير، ويمكن هو في فتره دلوقتي فتره كويسه جدا ومميزه. فقبل كل ماتش بقعد اتكلم معاه، يعني حتى خليك الجون هيجي لك في الدقيقه 90 الدقيقه 95، خليك بس كل مره يحاول. فبقعد اتكلم معاه شويه كده وربنا بيكرمه، بقول له هتجيب جون قبل كل ما لو ما قلتلوش هتجيب مش هتجيب جون مش هينزل يجيب جون. هو عارف. بقول لك ايه، كل ماتش روح. هو عارف خلاص. كل ماتش لازم لا طبعا كل ماتش لازم تروح.